تعالى. في ايه يا حاج؟ امشي معانا من السكه. طيب 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 بس حاضر حاضر، بس ما تمسكش كده يعني. المرة اللي فاتت ما عرفناش نكمل كلامنا، المرة دي هنكمل كلامنا وللآخر. أنا ما فيش كلام بيني وبينك يا سبط. لا يا رزق، لا، الكلام اللي بيني وبينك كبير قوي وكتير قوي. حربي بيرتب ليه بالظبط؟ أنا ما أعرفش، هتروح تسأله يا سبط. لا يا رزق، هتزعلني منك، عيب عليك تبقى راجل كبير وكذاب كده. حرب من ساعة ما خرج من السجن وواخدك تحت باطه، سره كله عندك. كلمة معرفش دي يا رزق بتصحي الشيطان اللي جوايا، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هيخليك تعرف تنام. هدي أحشائك كده وقولي، حربي بيرتب لإيه دلوقتي؟ من ساعة ما خرج من الحارة هو والدلدول اللي اسمه زين ما رجعوش لغاية دلوقتي، هما فين؟ فعلا انا ما اعرفش. هو قال ما اعرفش؟ قال ما اعرفش. انت بتتكلم جد ولا بتهزر يا رزق؟ وانا من امتى بيني وبينك هزار يا هزار؟ اه صحيح صحيح، مفيش بيننا وبين بعض هزار. يعني انت ما تعرفش حربي بيرتب ليه، ولا ايه اللي بينه وبين المعلمه انشراح، ولا بيجيب الخرده منين؟ يبقى انت عايش ليه يا رزق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مو في أي خرابة بعيد كده. بابا نام. صباح العسل والسكر والهنا على أحلى سيد رجالة في الدنيا كلها. تسلم إيديك يا ست الكل، يا أحلى معلمة فيك يا مصر. ده انت اللي احلى راجل في الدنيا كلها. ده مين اللي جاي متصربع الصبح كده؟ ليه المنيلة على عينها وزعتها بالليل عشان تطب عليا الصبح. حربي هنا يا معلمة. ايه يا واد يا بركة، ايه اللي جابك على الصبح كده؟ في ايه يا بركة؟ الحق يا حربي، ابرز ابرز، انت قتلني يا حربي. قتل يا خرابي. يا لهوي، ما كانش يومك يا اخويا. ويلحق الراجل كبير يا اخويا. ولاد الكلب، فكرك هو في حد غيره يا حربي؟ ده كان اكرم بيك. ازي الصحه؟ ايه الاخبار؟ احنا خدنا اقوال كل اهل المنطقه والمحاضر مع الملازم رؤوف لو تحب تشوفه. المهم وصلت الحاجة؟ محدش شاف حاجة. الجريمة حصلت وش الفجر والناس كلها كانت نايمة. يعني محدش اتهم حد؟ مفيش أي مشتبه؟ لا. طيب أنا عايزك تجيب لي كل قرايبه وكل اللي كان بيتعامل معاهم، أنا هحقق معاهم وآخد أقوالهم بنفسي. اتفضل معايا يا سعد. وسع يا جدع، وسع جدع، وسع منك فوق. هو ايه اللي حصل؟ ام رزق اتقتل. اتقتل؟ اه، ابن حلال ويستاهل، وبالي الباقي. زين زين، استنى زين. يا زين بتدور على ايه؟
بتدور عليا يا جدع ما ترد؟ ايه؟ في ايه؟ فين المسدس؟ حبيته فين؟ انت عايزه في ايه زين؟ وانت مال اهلك؟ حبيته فين؟ لا زين مسدسات لا، انت اللي بتقول كده يا حربي؟ ده انت علمت في وشه عشان ضرب امك. المرة دي قتل عم رزق يا حربي وبيهدد لك كلنا بالقتل. انا مش هسيبه يا حربي ومش راجع من عنده لما اخلص عليه. اوعى من سكتي يا حربي. لا يا زين ابوس ايدك بلاش ابوس ايدك. اوعى من سكتي انت راخر لا خلص عليه. اسمع كلام بركة يا زين. ابن حربي مش هسيبك لما تسيب المسدس. بقول لك سيبني يا حربي. اللي هيقعد في سكتي انا هخلص عليه يا حربي. ايه حصلت يا زين؟ حصلت ترفع السلاح على بعض. قتل المسدس يا زين. لو قتلت يا بضايا يا زين هتروح في 60 داية وتدخل السجن. ده اللي انت عايزه؟ تروح في داية؟ هات المسدس يا زين. هات. دم عم رزق هنسيبه يروح حضر؟ هنسيب قبضايا تتيح فينا وخلص علينا واحد ورا تاني يا حربي؟ محدش قال كده يا زين. قبضايا هيدفع الثمن وغالي قوي بس مش بالطريقه دي. امال ازاي يا حربي؟ قول لي انت ازاي؟ بالهداوه بالعقل. هنستخدم ده مش ده. هات المسدس يا زين. هات. اتغيرت يا حربي. السجن غير فيك حاجات كتير قوي يا صاحبي وعلمني حاجات اكتر. وحلفت مع التبو تاني طول ما انا عايش لنا ولا اي حد من اللي بحبهم. وانا بحبك يا زين. بحبك قوي. انت اخويا صاحبي وشيك عمري. مش عايزك تتبادل وتشوف اللي انا شفته يا جدع. بس وغلاوتك عندي يا زين ورحمة عم رزق ما يعد بيها. بس بالعقل يا صاحبي بالعقل. ماشي يا حبيبي. يعني قلتوا نتقابل النهارده عشان هنشوف نعمل ايه في الورطه المهببه دي. من ساعه ما جيتوا محدش فتح بقه بكلمه. ايه الحكايه؟ على العموم هو مش هيتاخر اكتر من كده. هو مين اللي مش هيتاخر اكتر من كده؟ زمانته على وصول يا رشوان. زمانته على وصول. ما تقلقش. هو ايه اللي زمانته على وصول؟ ما تقلقش. هو مين اللي جاي؟ مساء الخير يا بابا. اهلا اهلا يا باشا. سعادتك. اتفضل. اهلا وسهلا. انا اسف ان جيت لكم بظروف مش مناسبه لكن ما باليد حيله. هو حضرتك عرفت؟ مفيش حاجه بتستخبى يا رشوان. ومين اللي قال لي سعادتك؟ مش مهم مين اللي قال لي. المهم دلوقتي الباشا بيسأل البضاعة دي هترجع دلوقتي ازاي؟ هنلاقيها بإذن الله ما تقلقش. هتلاقيها ازاي يا رشوان؟ ايه؟ تحت بير السلم؟ ولا في قصدك بمخازنك؟ ما تنقطنا بسكاتك يا عنتر ولا انت بقى على الفاضي؟ انت هتتخانق قدامي ولا ايه؟ يا بوات تظهر مش مقدرين الموقف اللي انتوا فيه. تشتغلوا مع راجل ما يحبش الغلط ولا التهريج في شغله.
احنا طول عمرنا عدل بيه شغالين مع الباشا الكبير ويعني فاهمين وفهمنا. معلش يعني الحكاية دي اول مرة شغلتنا دي يا عزام. مفيش حاجة اسمها اول مرة. اول مرة هي اخر مرة، والمرة الواحدة بيطير فيها رقاب. بلاش حكاية الرقاب دي عدل بيه، احنا مش حامل الكلام ده. يبقى تلموا الدور بقى وتخلصونا بسرعة من الحكاية الخايبة دي قبل العملية ما تكبر وتعمل لنا قلق. طيب حضرتك تقترح ايه عدل بيه؟ البضاعة اللي راحت دي قيمتها 25 مليون، وانا شايف ان مفيش حل قدامكم غير واحد من اتنين. البضاعة دي ترجع وتتوزع في مكانها، يا الفلوس ال 25 مليون تمن البضاعة تتحط في حساب الباشا فورا، وإلا الباشا هيزعل، وانتوا عارفين طبعا زعل الباشا لما يزعل ممكن يعمل ايه. ايوه عدل بيه، بس يعني 25 مليون ده مبلغ كبير قوي. مبلغ كبير قوي قوي عدل بيه، احنا مش كده يعني. ده قطم وسط يعني. قطم وسط ولا قطع الرقبة يا رشوان؟ اسيبكم بقى وقت بروح عليكم. ما تنسوش ها؟ معاكم لاخر الاسبوع عشان تشوفوا لنا حل في المشكلة اللي وقعتونا فيها دي. يا البضاعة ترجع يا تمنها. اشوف وشكم بخير. مع السلامة يا عدلي. انت اللي بلغت عدل بيه عزام؟ اه طبعا انا اللي بلغته. ما انا لو ما كنتش بلغته والباشا عارف الخبر من بره ما كانش يرحمنا. مهم، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ شكل العمليه كان مترتب لها، مترتب لها كويس قوي، واكيد اللي عملها كان مراقبنا وبقاله مده طويله. ومين بقى اللي كان مراقبنا وبقاله مده طويله؟ رد السؤال ده يا رشوان عندك انت. تقصد يا عنتر؟ العربية دي عربيتك انت، والبضاعة اللي فيها كانت مخزنك انت، يبقى اكيد اللي عمل الحكاية دي يقصدك انت. نعم يا اخويا. ايه عاوز تشيلني الشلة دي كلها لوحدي؟ عايز تبيعني للباشا وتخرج انت منها زي الشارة من العجين؟ لا يا حبيبي، اللي عمل العملة دي يقصدنا احنا التلاتة مش انا لوحدي. يا رشوان، عنتر عنده حق. اللي خد العربية ما كانش يعرف فيها ايه. احنا التلاتة بس ورجالتنا نعرف موضوع البضاعة، يبقى اكيد اللي سرق العربية عشان قصدك انت، وانت بالذات. لا يا عزام، مش رشوان ابو الدهب اللي اتاخد كبش فيه ده لحد. لا، الشيلة شيلتنا احنا التلاتة مش شيلت انا لوحدي. بتفهم يا اخي؟ بتفهم عزام بيقول لك ايه؟ افهم ايه يا زفت ايه؟ اسمع، انا لا هفيه ولا عظمه طريه ولا مختوم على قفايا. ايوه انا بقول لك اهو، انا لو ضحت هنضيع احنا كلنا مع بعض. يا بني ادم افهم بقى، محدش عايز يشيلك حاجه. احنا كل اللي عايزينه منك انك تقعد كده وتهدى وتفكر علشان تعرف مين اللي بيحفر لك، مين اللي عايز يأذيك. افهم افهم يا رشوان افهم. انت بشكلك كتير في السوق ومع ناس كتيره، يبقى عامل الموال ده يقصدك انت يا اخي. علشان نخلص من الحكايه دي يا رشوان لازم نعرف مين اللي سرق العربيه ونرجعها في اسرع وقت. يا اما كده يا اما هنروح كلنا في 60 داهية. ماشي يا سعزان، هفكر واشوف. بس قبل ما افكر واشوف، فكروا انتوا برضو وشوفوا. جايز يكون اللي عمل العامله دي مش قصدني انا، جايز يكون قاصد اي حد تاني فيكم مش انا لوحدي. حاضر يا سرشوار، هنفكر. بس المهم اللي مننا يوصل لحاجة يبلغ الباقيين وما يتصرفش من دماغه، علشان مش محتاجين ولا ناقصين الحكاية تتنيل أكتر ما متنيلة. ماشي يا عزام. ماشي يا سرشوار، يلا بينا يا عنتر. سلام يا رشوان بيه. سلام يا سي عنتر. Thank you.
ايه ساعة قبل ما ترد؟ شوف لي فين حنفي وبعتولي بسرعة. شوف يا عزام، انا مش هتحمل غلط غيري. قصدك مشوانت؟ وفي غيره؟ هو سبب كل المصايب ده يا اخي. بقولك ايه، مش هينفع الكلام هنا، اركب عربيتك وحصلني على الكباريه وهناك نتكلم براحتك. يلا يلا يا مفيد. طلبتني يا باشا؟ اه تعالى يا حنفي، اقفل الباب وراك. اللي اقول يا حنفي، مين من التجار اللي احنا بنتعامل معاهم في بيننا وبينهم مشاكل؟ قصدك مين يا باشا؟ ده كتير قوي. انا اقصد جماعه اللبط اللي ممكن حد منهم يكون عمل العمليه بتاعت البارح دي. لا يا باشا، محدش يستجرى يعمل العمليه دي معانا. الظاهر ان في حد استجرى يا حنفي. العمليه دي مترتبه ومتظبطه كويس قوي، وانا عاوز اعرف بقى مين اللي عمل المغرز ده فينا. اللي يعمل حاجه زي كده يا باشا يبقى مشتاق للموت، عايز يموت بدري. تفتكر يكون مين؟ ما يخرجوش عن ثلاثه، المعلم حنكش، والمعلم زنيتا، والمعلمه اللي ما تتسمتش راح. شوف يا حنفي، انا عايزك تشمشم لي ورا الثلاثة دول وتتبعهم من غير ما حد يحس بيك، انا مش عاوز شوشرة. طبعا يا باشا. ولما تعرف بقى مين اللي عملها ساعتها تعالى بلغني، وهيكون حسابه معايا انا، ويا ويله من اللي هيشوفه مني. صباح الخير. صباح الخير يا نسامة. قولي أكرم بيه في مكتبه؟ خرج من الصبح. ورؤوف بيه؟ خرج معاه. غريبة، هي إيه الحكاية بالظبط؟ في جريمة قتل حصلت وراح يحققوا فيها. جريمة قتل؟ قولي بسرعة فين؟